من الخطأ أن يقال ما يطلق سلفي على أهل السنة والجماعة، هذا كلام غير صحيح. هذا انتساب إلى طريقة السلف، انتساب إلى الصحابة رضوان الله عليهم، هذا خطأ، خطأ كبير أن يقال ما يصلح أن يقال سلفي. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته: نعم السلف أنا لك. اتفقنا عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة: نعم السلف أنا لك. وقد تكلم كثير من أهل العلم ووصفوا جمعا من الأئمة ونسبوهم إلى السلف، فقالوا فلان سلفي. وهنا أيضا الذهبي يصف الدارقطني قال كان سلفيا. قد وصف الذهبي في السير عددا وجملة من الأئمة بهذا الوصف. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الانتساب إلى مذهب السلف مشروع، وأنه لا عيب على من انتسب إليهم. ثم بعضهم ينكر هذه النسبة، وقد ينتسب بنسب متأخرة إلى جماعة محدثة أو إلى مؤسسة أو إلى جمعية أو إلى غير ذلك. الانتساب إلى مذهب السلف انتساب صحيح. من الخطأ أن يذكر السلفيون على أنهم حزب من الأحزاب المتعصبة الذين يقيمون الولاء والبراء لغير الله جل وعلا، هذا خطأ. وبعضهم يقول لا تكن إخوانيا ولا سلفيا ولا كذا ولا كذا، ويعدد بعض الطوائف، هذا خطأ. السلفي ينتسب إلى الكتاب والسنة على طريقة السلف، فما يصلح أن يجعل قسيما للإخوان المسلمين والتبليغ ولبعض الطوائف المبتدعة على أنه ما يصلح إطلاق أن يطلق على الناس لا كذا ولا كذا ولا كذا، هذا غير صحيح. ولكن قد يحصل من بعض الناس، من بعض الأفراد يتسمون بذلك، ويقع منهم الولاء والبراء الضيق، فهم الذين أخطأوا وهم الذين وقعوا في هذه المعصية وفي هذه البدعة، ولا يمثلون دعوة أهل السنة والجماعة بتلك الأفعال، ولا تشوه السلفية بأفعالهم، كما لا يشوه السنة بأفعال من خالفها، ولا يشوه الإسلام بأفعال من يخالفه من المسلمين. كن سلفيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا طريقة السلف، ولا تكن ممن يتخذ السلفية كاتخاذ الحزبية، يحصرها في جماعة معينة أو في شيخ معين، بحيث أنه من خالف شيخه ولو كان على العقيدة الصحيحة ولو كان على منهج السلف عده مبتدعا، فهذا هو الذي حجر السلفية واتخذها كأنها حزب. هذه الطريقة هي الممقوتة وهي التي حذر منها أهل العلم. وقفنا على كلام للإمام العثيمين رحمه الله يحذر من هذا الأمر، فكلامه طيب نقرأه رحمه الله. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه لقاء الباب المفتوح رقم 15، قال: السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم هم الذين سلفونا وتقدموا علينا، فاتباعهم هو السلفية. وأما اتخاذ السلفية كمنهج خاص ينفرد به الإنسان ويضلل من خالفه من المسلمين ولو كانوا على حق، واتخاذ السلفية كمنهج حزبي، فلا شك أن هذا خلاف السلفية. فالسلف كلهم يدعون إلى الاتفاق والالتئام حول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضللون من خالفهم عن تأويل، اللهم إلا في العقائد فإنهم يرون أن من خالفهم فيها فهو ضال، أما في المسائل العلمية فإنهم يخففون فيها كثيرا. لكن بعض من انتهج السلفية في عصرنا هذا صار يضلل كل من خالفه ولو كان الحق معه، واتخذها بعضهم منهجا حزبيا كمنهج الأحزاب الأخرى التي تنتسب إلى دين الإسلام، وهذا هو الذي ينكر ولا يمكن إقراره. ويقال: انظروا إلى مذهب السلف الصالح، ماذا كانوا يفعلون، انظروا طريقتهم، وفي سعة صدورهم في الخلاف الذي يسوغ فيه الاجتهاد، انظروا طريقتهم وفي سعة صدورهم في الخلاف
الذي يسوغ فيه الاجتهاد، حتى إنهم كانوا يختلفون في مسائل كبيرة وفي مسائل عقدية وعملية، فتجد بعضهم مثلا ينكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وبعضهم يقول بلى، وترى بعضهم يقول إن التي توزن يوم القيامة هي الأعمال، وبعضهم يرى أن صحائف الأعمال هي التي توزن، وتراهم أيضا في مسائل الفقه يختلفون كثيرا في النكاح والفرائض والبيوع وغيرها، ومع ذلك لا يضلل بعضهم بعضا. قال: فالسلفية بمعنى أن تكون حزبا خاصا له مميزاته، ويضلل أفراده من سواهم، فهؤلاء ليسوا من السلفية في شيء. وأما السلفية اتباع منهج السلف عقيدة وقولا وعملا وائتلافا واختلافا واتفاقا وتراحما وتوادا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فهذه هي السلفية الحقة. انتهى. كلام مفيد وكلام جميل. فبعض الناس ربما صير السلفية كحزب خاص يربطه بشخص أو يربطه بجماعة أو يربطه بعالم، فمن خالفه فقد خالف السلفية. هذا لا يجوز. الميزان للسلفية اتباع كتاب الله وسنة رسول الله على فهم السلف الصالح، فلا تستطيع أن تخرج شخصا من السلفية بغير حق، ولا تخرجه إلا بإثبات البدعة والضلال الذي انتهجه، وإلا بإثبات السبيل الذي فارق فيه سبيل الحق. فما هذا السبيل الذي سلكه؟ وما هذه البدعة التي انتهجها؟ لا بد من البيان، بيان البدعة، بيان الأصل الذي خالف فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أجرى بعض المبتدئين وبعض المتحمسين على الحكم على الآخرين لإخراجهم من السنة. وقد قال الإمام أحمد: إخراج الرجل من السنة أمره شديد، والله المستعان. وما دام هؤلاء يخوضون بدون زجر ولا نكير، فالفساد يستمر والفساد يكثر. ومتى زجروا وقيل لهم: ليس لكم أن تتكلموا في هذا الشأن، اسكتوا وأعيدوا أموركم لأهل العلم، أعيدوا أموركم لمن أمر الله بالإعادة إليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين استنبطون منهم. من أعظم ما يغيظ أهل الغلو والشغب أن تأمرهم بأن يكفوا عن هذه المواضيع، وأنهم ليسوا أهلا لها، وأن هذه الأمور ترجع إلى أهل العلم، هذا يغيظهم جدا، والله المستعان. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذه الدعوة المباركة، وأن يصرف عنها كل ما يشينها، وأن يصرف عنها كل ما يسبب ضعفها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. من الخطأ أن يقال